اخبارنا من عند نادي الزمالك اللي هيستأنف تدريباته ان شاء الله بكره بعد ما الكابتن معتمد جمال ادى للاعبين والفريق راحه لمده 24 ساعه بعد الفوز على فريق ساجرادا الانجولي. طبعا الفريق هيرجع لتدريباته بكره الاثنين ان شاء الله عشان يستعد لمباراه يوم الخميس امام المصري البورسعيدي في الجوله التاسعه من عمر مسابقه الدوري الممتاز. كمان الجهاز الفني أغلق صفحة الكونفدرالية الإفريقية بعد تصدر المجموعة بتسع نقاط من ثلاث مباريات فاز فيها الفريق في المجموعات. خلاص كابتن معتمد جمال قعد مع اللعيبة، خلاص احنا كسبنا ثلاث مباريات في الكونفدرالية، مش عايزين نريح، عايزين نكمل على الصحوة اللي احنا فيها. عندنا ماتش مهم جدا امام المصري البورسعيدي هتتلعب يوم الخميس اللي جاي، حذرهم من التهاون او التراجع في المباراة دي، خاصة ان فريق المصري بيمتلك فريق قوي، بيمتلك عناصر مميزة هتخلي المباراة غاية في الصعوبة. كمان قرر الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال تجهيز محمود حمدي الونش نجم دفاع الفريق ونجم دفاع منتخب مصر اللي كان بيغيب لفترة كبيرة جدا بسبب الإصابة اللي تعرض ليها في الرباط الصليبي. طبعا هيبقى في مباريات ودية في الفترة اللي جاية عشان يشارك فيها الونش عشان يسترجع مرة تانية حساسية المباريات بسبب الفترة الكبيرة اللي غابها. وكابتن معتمد كان ليه جلسة كده مع الونش حذروا فيها من الاحتكاكات القوية، طالبوا بعدم التسرع أو استخدام الحماس الزايد اللي ممكن يرجع الإصابة لا قدر الله. الأمر ده الونش استمع له بشكل جيد جدا ووعد كابتن معتمد جمال بأنه هيلتزم بهذه التعليمات. استقر كابتن معتمد على عودة الونش للتدريبات بس من غير ما يشارك في التقسيمة غدا بكره ان شاء الله في تدريبات الفريق بعد ما الفريق خد راحه لمده 24 ساعه بعد الفوز على ساجرادا الانجولي. لكن دي كانت اخبار فريق كره القدم. هنروح لقرار اتخذه النهارده مجلس اداره نادي الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب بانه عين الكابتن وائل بدر مديرا فنيا لفريق كره السله الاول بنادي الزمالك. كان من كام يوم برضو كان كابتن حسين لبيب او مجلس اداره نادي الزمالك وجه الشكر للكابتن الكبير كابتن احمد مرع المدير الفني للفريق السابق وجهازه المعاون في بادره كانت مميزه جدا، وكمان وعد كمان انه ممكن يعمل له حفله تليق بخبره وامكانيات كابتن احمد مرع عن الفتره اللي قضاها مع الفريق. اهلا بك كابتن وائل بدر مديرا فنيا لنادي الزمالك لكره السله.